السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الفيديو ديال هذا النهار، وكيف وعدتكم في اخر فيديو انه غادي ندير واحد تشالنج او تحدي ديال نهار كامل، وغادي نطيبوا ماكله بلا ما نحطوا ايدينا في الماء. كنت هذه مده بارطاجيت معكم واحد تشالنج ديال نهار كامل ناخذوا فيه وجبات صحيه، فطور غدا وعشاء ب 10 دراهم، وكان يعجبكم بزاف. وكنا درنا تشالنج اخر ديال نهار كامل غادي نطيب وجبات صحيه كذلك، فطور غدا وعشاء بلا ما نستعملوا الغاز، يعني بلا ما نستعملوا البوطه. واليوم ان شاء الله غادي نديروا تشالنج واحد اخر، غير هو ما غاديش يكون 100% نهار كامل اكل صحي، غادي يكون فيه بعض المسائل، بعض المعلبات، بعض يعني شي حوايج اللي هما ماشي صحيه، ولكن غادي يكون نهار كامل اللي تقدروا تدخلوه في الريجيم ولكن كميات معقوله بطبيعه الحال. فاللي مهتم بالموضوع يبقى معايا. هنايا بالنسبه للوصفه الاولى واللي غادي تكون هي الفطور، غادي ناخذ واحد البيضه، غادي نديرو فيها شويه ديال الزعتره، شويه ديال الدقيق، ديال الثوم، وشويه ديال داك التوابل ديال الفخيت اللي كيديروهم نورمالمون بعد ما كدير الفخيت ولا ملي كتحمر البطاطا في الفران، داكشي اللي كندير انا عاده. بغيتو تستغناو عليهم ممكن تستغناو عليهم، غير هما كيضيفوا واحد الاضافه بنينه. غادي نديرو شويه ديال تقاطع ديال لادان فيمي، وناخذ واحد لاطه ندهنوها بشويه زويته بلديه، وناخذ الطوست ديال الدقيق الكامل نحيدو ليه البابه ونديرو الحشوه وسط منه. من بعد غادي ناخذ شويه ديال الفرماج نديروه الوسط، وناخذ ديك البابه ونغطيوه به ونخليوه تيتحمر ونقلبوه، وراه فريمون تيجي بنين. ويلا بغيتو مثلا ديروا واحد الفيرسيون اللي تكون شويه صحيه اكثر بحال هذه اللي كتشوفوا دابا في الفيديو، فتقدروا تشدوا فلفل الوان وبصله تسوطيهم شويه في زويته بلديه وتزيدوهم مع الحشوه. غير هو هنا باش نحترموا الكونسيبت ولا التشالنج ديال نهار كامل ما نحطوش يدينا في الماء، فلهذا انا درت لكم غير الحشوه الاخرى، ولكن نتوما بطبيعه الحال ممكن تفننوا. غادي نجيو للوصفه الثانيه اللي غادي تكون هي الغداء. انا اخذوا واحد المقلات اينوكس ديما كنستعملو من الاحسن كيبقى صحي، نديرو فيه معلقه كبيره د زويته بلديه، وغادي نجيبو لي طرونش اولا لي فيلا ديال لاداند اولا ديال الدجاج اللي بغيتو، غادي نخليهم يتحمرو شويه نقلبوهم، اصلا لي فيلا فيتا كيطيبو. وغادي نبداو نضيفو التوابل اللي غادي يكون هو الملح، الدقيق ديال الثوم، نتوما ممكن تستعملو الثوم طري، غير كيف قلت لكم حنا خصنا نحترمو الكونسيبت ديال هذا النهار، واحد المعلقه صغيره ديال البابريكا عامره، وشويه ديال الشاورما يعني التوابل ديال الشاورما ديال الدجاج، نخليهم يتحمروا شويه في داك التوابل. ومن بعد غادي نضيفوا القشده الطريه اللي كتعجبكم، غير هو من الاحسن تستعملوا القشده الطريه اللي كتكون شويه لايت ما فيهاش الدهون بزاف، ونخليوها تغلي هكا واحد 5 دقائق فقط ماشي بزاف، ونضيفوا شويه ديال الجبنه ديال الموتزاريلا. من بعد غادي نحيدوا دوك لي طرونش ديال لاداند ولا ديال الدجاج، وغادي نسلقوا ابلي ونضيفوه على داك المرق ونخليوه تيشرب. راه فريمون تيجي بنين، وتقدروا تخدموه في الريجيم كيف قلت لكم. غير هو تاخذوا 4 المعالق كبار ديال الابلي وهو طيب طبعا، تحطوه في الطبيسيل ديالكم، بروتين تخليه هو هو، وتزيدوا واحد الكميه ديال الخضار اللي تكون بطبيعه الحال شويه كثيره، وغادي يكون الطبق ديالكم ديال الريجيم ديال الغداء هيلثي وبنين وممكن تنقصوا عليه الوزن. غادي نمشيو للوجبه الثالثه واللي هي العشاء. ناخذ واحد الطنجره اينوكس عاوتاني، غادي نديرو واحد المعلقه كبيره زويته بلديه، وغادي نديرو هنا شويه تقاطع ديال الدجاج. انا هاد الوصفه البنات عاده راه كنديرها بلا دجاج، لانه في الاخر عاد كنرافقها بواحد البروتين من نوع اخر كيجي معها بنين. غير هو هنايا بقى لي داك الدجاج وبغيت نديرو، غادي ندير شويه الملح شويه الابزار نخليه يتشحر شويه في داك زويته بلديه، وغادي نضيف هنايا لاصوص بيتزا اللي كتكون واجده وكيكون فيها شويه الاعشاب كتجي بنينه، نضيفو شويه الماء. نتوما هنا الا بغيتو مثلا ما ديروش لاصوص البيتزا وتخليوها هيلثي، طحنوا مطيشه وديروها وخليوها تقلى معاها. هنا بالنسبه للزعتره والريحان البازيليك ضروري في هذه الوجبه، هذه هي اللي كتعطيها بنه مغيره. ونضيفوا شويه ديال الدقيق ديال الثوم، وغادي نبدا نضيف العطريه الاخرى اللي غادي تكون عباره على سكينجبير، شويه ديال الكمون فقط، وشويه ديال الخرقوم، وغادي نزيدوا واحد المعلقه كبيره تقريبا ديال الطماطم المركزه باش تزيد تخطر لينا المرق ديالنا وتعطيه واحد لا تيكستور هكا شويه تكون ثقيله. غادي نخليوه شويه هكا فوق العافيه، لانه اصلا كل شيء واجد، ما كاينش حاجه اللي غادي تطيب الدجاج ديجا حتى هو في ساعه كيطيب. وغادي نجيبوا البرغل اللي هو غني بالبروتينات، غني بالالياف وصحي بزاف، غادي نديروا الكميه بطبيعه الحال ديال الاسره، وغادي نخليوه تيشرب لنا داك المرق.
وكنرافقوه هنا بالبروتين اللي قلت لكم، بيض مقلي كيجي فريمون معاه بنين، وكيجي هذا بالاعشاب كيجي فريمون واعر. نتمنى ان الوصفات ديال هذا النهار يكون عجبكم، نتمنى منكم انكم تجربوهم وحاولوا ديرهم تفريجيم، راهم صحيين. تدروني فيديوهات اخرى وخليتكم